اكاديميه النادي الاسماعيلي. اول حاجه طبعا برحب بيك يا شيماء. اكاديميه الاسماعيلي طبعا في كذا اكاديميه في مصر كلها، في عندنا حاليا في دمياط، وعندنا في القاهره، وعندنا في ميت غمر، وعندنا في سوهاج، ولسه بنفتتح اكاديميه تانية ان شاء الله. وطبعا غير اكاديميه النادي الاسماعيلي طبعا احنا طبعا بنعمل الاكاديميات دي عشان بنحاول نشوف المواهب طبعا، ونحاول نفيد النادي طبعا، لان طبعا زي ما انت عارفه الحاجه طبعا الحاجه اللي بتفيد النادي او بتفيد اي مؤسسه القاعده بتاعتها. وطبعا القاعده بتاعتنا هي الناشئين، ولازم نعتمد عليهم زي ما اعتمدنا على زي ما كانوا بيعتمدوا علينا زمان. وان شاء الله الفتره الجايه طبعا بنحاول نركز مع اللعيبه المميزه، واللعيب المميز عندنا في الاكاديميه هنا عند كابتن طلال بيروح المدرسه عند كابتن ايمن خليل، ويتعمل له برده اختبارات كويسه، لان طبعا لعيبه المدرسه لعيبه كويسه جدا. وطبعا في الاكاديميه الثانيه احنا شغالين على دي برده، لسه كان في اجتماع من اسبوع تقريبا مع كابتن خالد طيب المشرف العام على الاكاديميات وعضو مجلس الاداره، واتكلمنا في النقط دي كلها. اللعيبه الموهوبين في الاكاديميه الثانيه هيجي يعملوا فتره معايشه هنا معانا ان شاء الله مع المدرسه، وهنبص عليهم كويس، واللاعب المميز هيكمل مع النادي ان شاء الله. هو في ان شاء الله وفي كذا حد طلب مننا، بس في حاجات مطلوبه الاكاديميه، في اوراق مطلوبه، سجل تجاري وكده. في ناس عايز تعمل اكاديميه اسمها وتاخد الاسم وخلاص وتفتح وتفتح الاكاديميه، انما لا طبعا في سيستم جديد شغالين بيه في النادي، فاللي معاه اللي مستوفي كل حاجه بياخد الاسم الاكاديميه، طبعا بيبقى في ثقه طبعا معاه. وان شاء الله الفتره الجايه طبعا كابتن خالد هيعمل سيستم جديد بعقود جديده، فان شاء الله هيبقى في فروع اكتر فروع اكتر لاكاديميه الاسماعيلي في مصر كلها ان شاء الله يعني. والله السنه دي بالذات انا يعني ما تابعتش كتير، لان السنه اللي فاتت كنت بتابع اكتر، لان كنت متواجد اكتر مع الاكاديميه، انما السنه دي كابتن طلال هو اللي متواجد اكتر، فانا هقعد معاه واعرف اسامي اللعيبه المميزه، وان شاء الله طبعا هنوديهم للمدرسه باذن الله. سالم محرج ده بعيدا عن اي حاجه، طبعا الاداء في البدايه ما كانش كويس لمنتخب مصر، بس الحمد لله حققنا فوزين، واحنا متعودين مع منتخب مصر لما طبعا بنقعد نقول هنخسر بناخد البطوله. فربنا يستر الماتش الجاي ان شاء الله، ونقدم مباراه كويسه ان شاء الله ونفوز ان شاء الله. بعيدا عن اكاديميه الاسماعيلي، انا بدي نصيحه لكل ولي امر ابنه بيحب الكوره ليسبورت ليه قوي، ويحاول يديله دافع دايما، ويديله طاقه ايجابيه انه يحقق حلمه. ممكن يبقى لعيب امكانياته مش عاليه قوي، بس ممكن بالتدريب يجي منها. في لعيبه كتير وعندنا امثال كتير ومعروفين واسامي كبيره، بس مش عايز اقول اسامي يعني، كانت في كوره قليله جدا وهم صغيرين، بس يعني مشوا رحمهم، وكان طبعا اهليهم بيسبورتوا ليهم وبيديهم دفعه دايما وطاقه ايجابيه، فعشان كده كانوا بيوصلوا. فبقول لاي ولي امر او اي حد عنده ابنه عنده موهبه او لسه حتى بيفكر يلعب كوره، ممكن يجي اكاديميه النادي الاسماعيلي هنا، هيتعلم طبعا كره قدم من بدايتها يعني، اساسيات الكوره ده النادي الاسماعيلي، وربنا يكرم لو عنده بعد كده موهبه، وهنشوفها ان شاء الله وهنطورها برضو باذن الله.